المرمومة الختامية وفي انطلاقات أجني أبناء القبائل في صباح هذا اليوم الذي يحمل كل في هذه اللحظات. ينطلق ثاني أشواطنا وهو الشوط الأول للمهجنات الأصايل الذلل. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة على أرضية هذا الميدان. أتقدم مباشرة مع قنوات دبي ريسينج وقناة ياس والدوري والكاميران على المركز الأول. نيران في أول الأسماء المطالبة بناموس هذا الشوط. حمد بن راشد بن سلطان المنصوري يتقدم على المركز الأول. يقدم نيران الإمام في أول المركز. أتابع نتابع المركز الثالث الظبي القادمة لسعادة احمد بن سلطان الحلامي. القادم مع الحلامي مقدما انطلاقات الظبي. تتقدم بشعار مبارك بن محمد بن سيل بن هدفة العامري القادم في هذه اللحظات. شعار بن هدفة يتقدم ويقدم انجاز على المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس. نتراجع ونتابع الاسمين. المركز الرابع نتابع القادمة على رابع المراكز و الأصيلة. نتابع المركز الرابع الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات. هذه اللي وصلتنا وتقدمت وجود القادم محمد بن سيف بن فاضل المزروعي يتقدم عفوا على المركز الخامس. السادسة هذه الظبي لخليفة بن عبد الله العطية القادم على المركز السادس. سابعا نتابع المركز السابع بن سرداح على ما اظن القادم مع الطيارة. راشد بن سرداح بن عبيد آل كتبي يتقدم مع الطيارة. يا سلام. المركز الثامن منصة القادمة ناصر بن ساعد الهاشمي قادم مقدما منصة في هذه اللحظات. وشعار الضبي قادم على ظهر الدانة. يقدم الدانة راشد بن سعيد بن عبيد الحميري. والمركز العاشر حربة لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي يتقدم في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة الأولى. ندانا الأول للعشر المراكز المتقدمة والحاضرة مع أول انطلاقات المهجنات الأصايل الذلل على أرضية ميدان المرموم في ختام المرموم. ومع أول انطلاقات سبوع الكبار وسن الذلل ما شاء الله الحولي والزمول عودة إلى الصدارة والمركز الأول. هذه اللي غيرت وتقدمت. هذه وضوح غيرت من المركز الثاني إلى الأول. محمد بن عبد الله بن ياعد يتقدم الحميري. أهالي سويحان يتقدمون. أهالي سويحان يطالبون بناموس هذا الشوط. لما لا يطالبون؟ وهو شرف عظيم لمن يحظى ويحصل عليه في ختام المرموم. لما لا يطالبون وأن يروا هذا الدعم من قادة هذا الوطن
أطال الله في أعمارهم لما لا يطالبون وهم يروا هذا النقل الحي والمباشر من هذه القنوات. المركز الثاني نيران، نيران نيران القادمة نيران، ويقدم نيران من الوثبة قادمة، من الوثبة من عاصمة الملايين. انتصفت 8 كيلومترات، حمد بن راشد بن سلطان المنصوري القادم يتقدم مع نيران وانجاز بالهدفة قادمة. على المركز الثالث مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري القادم على المركز الثالث. ثلاثية ثلاثية ما شاء الله، بقيادة وضوح، بملاحقة نيران، بتقدم انجاز على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع، الحلامي، الحلامي قادم، الحلامي بالتاريخ يتقدم، بالانجازات يتقدم مع انطلاقة وتحديات الظبي سعادة سلطان، سعادة احمد بن سلطان الحلامي يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع الظبي القادم. على المركز الرابع ناخذ المركز الخامس، القدوم على المركز الخامس من قبل وجود القادمة لمحمد بن سيف بن فاضل المزروعي القادم مع وجود وكذلك الظبي، الظبي خليفة بن عبد الله العطية القادم على المركز السادس في هذه اللحظات. ثامن المراكز او سابع المراكز القادمة والمنطلقة منصة، ناصر بن ساعد الهاشمي يتقدم في هذه اللحظات. الهاشمي يقدم منصة، المركز الثامن، المركز الثامن حربة لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي القادم، وبن سرداح يتقدم على المركز التاسع يقدم الطيارة. متى بنقول طارت الطيارة يا بن سرداح؟ راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي يتقدم في هذه اللحظات. من القادم؟ التماس حمد بن محمد لفيدة بن بيشان القادم، بن بيشان يتقدم احد ضيوفنا الكرام. اهلا وسهلا بالجميع في ميدان المرموم، في ختامه المرموم، في المرموم كل التحدي والإثارة، في ختامه المرموم كل التنافس ما بين هذه الشعارات القادمة من شتى ميادين الخليج. اهلا وسهلا بالجميع في دار آل مكتوم الكرام. نعود الى المراكز الاولى، نعود الى المركز الاول، لا زالت وضوح المركز الاول، وضوح وبن ياعد قائدا لهذا السرب من الاسماء، الذلل المهجنات الاصايل. لمن هذا الشوط؟ اول اشواط الذلل المحليات ذهب مع مرغم وشمعة لراشد بن محمد بن راشد بن غدير، شوط المهجنات الاصايل حتى هذه اللحظات في قبضة اهل سويحان يتابعون ويراقبون موقعنا في هذه اللحظات. مغادرتنا للمنعطف الاخير 2 كيلومتر مدرج الهبوط تدريجيا الى خط النهاية. انجاز، انجاز على المركز الثاني، مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري القادم، بن فاضل المزروعي قادم، العطية على المركز الرابع، ونيران وكذلك القادمة. يا سلام، حربة 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 بدأت في هذه اللحظات بالغزو، حربة. خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي القادم، ومنصة ناصر بن ساعد الهاشمي، لفيدة قادم، بن بيشان، بن بيشان عفوا، شعار بن بيشان القادم في هذه اللحظات. والشاهينية، الشاهينية حميد بن محمد بن سالم العفاري اول ندى للشاهينية، والشايبة علي بن لاحج الحلامي قادم في هذه اللحظات على مضن شعاره يتقدم في هذه اللحظة، وشعار القادم مرغم. يا سلام، رموز، رموز حمد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم مع الرموز القادمة، اول ندى
رموز، لكن اعود الى الصدارة الى المركز الاول. وضوح وبن يعد، وضوح ومحمد بن عبد الله بن يعد الحميدي يتقدم على المركز الاول. بن فاضل، بن فاضل القادم مع وجود محمد بن سيف بن فاضل المزروعي القادم على المركز الثاني. العطية والشعار القادم على المركز الثالث. بنقول ننوه دائما، نذكر دائما، الكيلومتر الاخير المركز الثالث. الظبي، الظبي القادم خليفة بن عبد الله العطية قادم في هذه اللحظات من ميدان التحدي، يبغي اول اشواط المهجنات الاصايل لذل المنصة الهاشمي. منصة، منصة قادمة، منصة القادمة. وكذلك الوصول من حربة خالد بن حمدان الفلاحي بن بشان، وصل في هذه اللحظات. والشاهينية، الشاهينية حميد بن محمد العفاري القادم مع الشاهينية. يا هي معركة، يا هو تحدي. بن يعد، بن يعد والعطية، بن يعد والعطية. والفلاحي قادم اللحظات الأخيرة. جاوز يا مجاوز شوط الذلل، شوط المهجنات. عادلنا القرية التراثية، عادلنا هذا المنظر ما بين العطية، ما بين بن فاضل المزروعي، ما بين العطية، ما بين بن فاضل المزروعي، ما بين الظبي، ما بين وجود الرقم 27 يتقدم على 26. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. الظبي ووجود، وجود الظبي، اللحظة الأخيرة. الظبي بن فاضل، بن فاضل العطية، العطية. الظبي، الظبي، الظبي. سلام يا ميدان التحدي. تهانينا والناموس لخليفة بن عبد الله العطية المركز الثاني. وجود محمد بن سيف بن فاضل المركز الثالث. هذه منصة لناصر بن سعد الهاشمي المركز الرابع. حربة لخالد بن حمدان بن غانم الفلاح المركز الخامس. المركز الخامس وضوح لمحمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. شوط الذلل، المهجنات الأصايل ذهب إلى الأشقاء في دولة قطر إلى ميدان التحدي. تهانينا والناموس لمالك ومن قدم الظبي خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس. 12 دقيقة في 8 كيلومترات، 21 8 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لحظة وصول الظبي. المركز الثاني اللي وصلت وجود لمحمد بن سيف بن فاضل المزروعي. 12 دقيقة 21 9 أجزاء من الثانية هو التوقيت ساعة وصول وجود على المركز، على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام. 12 دقيقة 27 جزئين من الثانية هو توقيت منصة اللي وصلتنا على المركز الثاني. منصة، تهانينا والناموس لناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي. تهانينا.